رحمة الله وبركاته، الإخوة الأفاضل، أحبابي، عائلة قناة 10 minutes، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، يعني برحب فيكم، بمسي عليكم في أجمل مساء، أسعد الله مساءكم في هذا اللايف. وبحب أنا يعني أتكلم في هذا اللايف يعني بعبارة أو يعني شيء عجبني أتكلم فيه أحد الأشخاص الخبراء والمعلمين والأساتذة اللي أنا بعتبرهم من الأساتذة اللي إحنا بنتعلم منهم. دكتور صلاح الراشد بتكلم بقول إنه يا أخوان الفاضل إنه معظم الذين نجحوا أو أغلب الذين نجحوا في العالم يعني لا تجدهم في قمة النجاح إلا عندما اتبعوا شغفهم. عشان هيك إخواننا الأفاضل مهم جدا انه احنا لازم نتبع شغفنا وين ما رحنا فيه، سواء في طبعا ميولنا، في اتجاهاتنا، في دراستنا، في الهوايات، في الاعمال، في يعني حتى في الوظيفة اللي احنا يعني بنمارسها للاسف. يعني لازم نمارس انه الوظيفة اللي بتحقق لنا الرغبة او الشغف الخاص بنا اخواني الافاضل. عشان هيك انه يعني تجد من بلغ القمة وبلغوا النجاح أو قمة النجاح أو ذروته، يعني تجد أغلبهم 90% تمام يعني اتبعوا شغفهم. وحتى لما عندما تسأل معظم الناس الذين يعني كعامة الناس أو الذين لم ينجحوا، أو خلينا نقول يعني عامة الناس من غير الناجحين أو الذين وصلوا القمة، تجدهم ناس عاديين لم يتبعوا شغفهم. تجدهم يعني اتبعوا شغف مين؟ الآخرين، حققوا أحلام الآخرين، حققوا أهداف الآخرين. يعني وللأسف الكثير يعني بيمشي في هذه الحياة وبيمشي في دائرة يعني ما بيشوف طريقه أو ما بيشق طريقه بنفسه، ما بيشق طريقه اللي هو يحقق له أهداف ورغبات وأحلامه. يعني وكثير من الإخوة من سبقونا، ويمكن ما بنتكلم عن واقعنا، أنه إحنا أيضا نسير في نفس الدوائر هذه، الكثير من إخواننا الأفاضل. فمسألة الشغف هي مهمة جدا وضرورية جدا لمن أراد أن يبلغ قمة وذروة النجاح. اتبع الشغف، خصوصا يعني اللي بكونوا حتى في بداية أعمارهم واللي بشقوا طريقهم. لازم إخواني الأفاضل تتبع شغفك، مع أنه هذه يعني الإخوة الأفاضل أحيانا قد يكون هناك وظيفة أو قد يكون هناك يعني نوع من التحفيز اللي أمامك. أحيانا يعني بيجي لك راتب بوظيفة معينة، فأنت يعني بتجري بتطمع ورا الراتب أو ورا مثلا التحفيز أو بتترك شغفك، حلمك اللي ممكن تعاني في البداية. ممكن تعاني أنت في بداية أنه أنت تسلك أو تتبع طريق شغف، يمكن يكون فيها معاناة، ما يكون فيها الراتب المجزي، ما يكون فيها الأجرة اللي أنت بتتمناها، يمكن تكون حياتك نوعا ما لسه صعبة. ولكن أخي الكريم، كل بداية صعبة وكل بداية ما يعني اسأل جميع الناجحين واللي سيارهم عظيمة ونجحوا في حياتهم، ما في واحد إخواننا الأفاضل يعني بلغ قمة النجاح أو ذروته من غير أنه ما يتصعب في البداية. الخطوة الأولى أو الباب الأول إذا فتح معك ومشيت أنت فيه، فيعني أنت إن شاء الله بعد هيك هتلاقي الخير كله. ولكن هي بدها صبر، فيها عقبة، البداية صعبة، بدك تتحمل يعني، ولازم نتحمل إخواننا الأفاضل، لأنه طريق الشغف هو طريق مليء بالأشواك. لازم إحنا نتحمل هذا الطريق في البداية. يعني وأنا ممكن أشجعكم إنه تشاهدوا حلقة الشغف، كيف إنه إحنا نحقق شغفنا. هذه طبعا حلقة على قناة 10 minutes، يعني من أراد إنه يشاهد إنه كيف أنا ممكن أعرف شغفي وكيف أمشي في طريق شغفي. إخواننا الأفاضل، هذه موجودة حلقة على قناتي 10 minutes. اللي بحب يشاهد هذه الحلقة يذهب إلى الرابط في البايو، حيجد اللي هو رابط الخاص بالقناة. طبعا حلقة مميزة كتير، يعني بتحدد لك كيف انه انت تكتشف هذا الشغف من خلال يعني خبراتك، مؤهلاتك، ايضا الشيء اللي انت بتهواه وبتتمناه. طبعا ممكن انت تجرب اشياء كثيرة اخي الكريم، تجرب اشياء متناقضة، اشياء متشابهة، تدرس مجالات مختلفة، تقرأ في كتب مختلفة، وتجرب. هذه هي الاساس في هذا الشغف طبعا. وبتمنى انه الجميع يجد شغفه اللي بتمناه ويشتغل فيه
ويظل يكافح من أجل أنه يجد هذا الشغف ويشتغل فيه، ورغم الصعوبات والتحديات لازم أنت تجد شغفك وتشتغل فيه وتحقق أهدافك وحلمك. وبشوفكم في لايف قادم جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.